يرتفع صوت الميدان، فتندفع خطوات الوسطاء الدوليين الهادفة لحل سلمي في اليمن. فهنا الفعل وهناك صداه، ليس ما يبدو مناورة أو وسائل ضغط يقول قادة عسكريون، وإنما عملية عسكرية واسعة هدفها إنجاز ما لم تستطع الدبلوماسية إنجازه، الحسم أو إجبار الإنقلابيين على القبول بتنفيذ الإجراءات الأمنية المتفق عليها قبل الدخول في مشاورات تفضي إلى تسوية سياسية. هل ستفرض الحرب خيارها إلى الأخير هذه المرة؟ وما هي قدرة الحكومة على مواجهة أي وسائل ضغط دولية ومواصلة الطريق نحو إنجاز معركتها الفاصلة مع تحالف الإنقلاب؟ الشاهد أن مسار المعركة بمختلف أشكالها السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية تضع الحكومة في موضع القادر على الحسم إن لم تقف الدبلوماسية حجر عثرة في طريقها. أمام كرة النار المتدحرجة هذه لا تزال آمال المبعوث الأممي مرشحة للتصاعد، رغم تضاؤل جهوده سيما عقب اجتماعات بلا نتائج عقدها مع الجانب الحكومي في عدن، وتأخر وصوله إلى صنعاء بسبب اشتراطات الحوثيين رفع الحصار عن المطار أمام الطيران المدني، ثم عودته إليها من جديد وبحقيبته القديمة الجديدة. ما الذي سيخرج به المبعوث الأممي من صنعاء هذه المرة وهو الذي أنهك قواه في زياراتها المتعددة؟ لكنه لم يخرج بأي نتائج تذكر. كالعادة تتصلب مواقف الإنقلابيين وتبدي عدم اكتراث بما يدعو إليه الوسطاء الدوليون وما يحتاجه اليمنيون في هذا الظرف العصيب، يبحثون عن سلم لتجاوز المرجعيات الدولية والوطنية ويدفعون البلد إلى الهاوية. في جولاته المكوكية يتجول ولد الشيخ بمفرده بعد أن عصفت رياح الديمقراطية الأمريكية بسنده جون كيري وأخرجته من البيت الأبيض، بعد أن كاد الإنقلابيون أن يحصلوا على ما يريدون عبر مبادرته لولا الرفض الواضح الذي أظهره الرئيس هادي وحكومته لهذه المبادرة، وهو ما دفع كيري قبل مغادرته بأيام قليلة لمعاتبة الرئيس هادي لأنه لم يقبل بخطته. لكن وبعد مغادرة كيري البيت الأبيض ضمن الإدارة الأمريكية السابقة ومجيء إدارة جديدة برئاسة ترامب الذي أكد أن اليمن ستكون إحدى أولوياته، يبرز السؤال عما إذا كان ترامب سيعتمد رؤية الوزير كيري أم سيقدم مقاربة مختلفة؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات. بوتيرة بطيئة تمضي عجلة الحرب قدما محققة أهدافها على الأرض وتؤكد حقيقة أن الحسم ربما يكون الخيار المتاح بعد أن أظهر الإنقلابيون موقفا متصلبا من الالتزام بالمرجعيات.